العقيد نهاد كنعان قائد نقطة موقع الثردة 2 المطلة على المطار والحاكم استراتيجيا على تغطية المطار وتغطية طريق الميادين. بتاريخ 12/9/2016 تم ملاحظة طيارات الاستطلاع للتحالف تحوم حول النقطة بتركيز عالي جدا حول النقطة. النقطة منتشرة على قطاع يتجاوز 1.5 كيلومتر حماية واستراتيجية لحماية المطار وحماية الطريق اللي بفوت على المطار دير الزور من الجهة الجنوبية من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية. بتاريخ 17/9/2016 الساعة 5:30 عصرا بدأ هجوم طائرات التحالف، سرب من طائرات التحالف مؤلف من 5 طائرات. الطائرة الخامسة كانت فيهم فيها رشاش موازي يرمي بالنظر عن طريق لاسلكي، أينما وقع نظر الطيار تكون الإصابة 100%. كان موجود عندي سلاح بالنقطة، دبابتين 272 قانص ودو بي ام بيات 2 عربات بي ام بي 2 ومدفع 57 ومدفع 23 وقواعد ميم دال وقاعدة هاون 60 ملم. نتيجة الاستهداف الطائرات، أول استهداف لها كان هو الوسائط النارية. بعد استهداف الوسائط النارية بدورانا حول النقطة في الأجواء القريبة من النقطة تم التعامل مع الدشم والغرف العساكر والضباط بالدرجة الأولى. مدة الغارة ظلت علينا 1.5 ساعة من الساعة 5:30 عصرا للساعة 7 مساء، وبتركيز عالي جدا من طائرات من الصواريخ الدقة العالية والقنابل الفراغية العنقودية بكل الاتجاهات. لحظة استهداف طائرات التحالف للنقطة قامت داعش بنفس التوقيت من خلف السواتر من الجهة الغربية والجهة الشمالية باستهداف النقطة بشكل قوي جدا بكل الوسائط الـ 14.5 والهاونات والبيكي سي وكل الأسلحة المتوفرة بين ايديهم بنفس التوقيت الهجوم على النقطة، والطيران عم يرمينا من الجو. لحظة هجوم الطيران التحالف، في وقت هجوم طيران التحالف على النقطة قامت داعش بالهجوم علينا من خلف السواتر من الجهة الغربية والجهة الشمالية، مما يربط التنظيم والتعاون بين طيران التحالف والدواعش، مما أدى إلى سقوط النقطة بعد 1.5 ساعة من الصمود فيها. أدى إلى سقوط النقطة ومن ثم أدى إلى قطع طريق المطار عن طريق المقابر، تسلل إلى والسيطرة على طريق المقابر والمطار، وضربوا طائرتين بأرض المطار من نفس النقطة السردة 2. عند استهداف طيران التحالف للنقطة كان موجود بالنقطة 3 أعلام للجمهورية العربية السورية، على مدخل النقطة علم وفي المنتصف علم وفي المقدمة علم، والعناصر يرتدون اللباس العسكري النظامي للجيش العربي السوري. وهناك الطيارة الخامسة كانت موجودة ترمي في الرشاش من خلال نظر القائد للطيارة، أينما نظر إصابة محققة 100% يؤدي إلى تفجير العنصر. وفيما بعد استهداف انه الرشاش 30 ملم بكره يرمي من خلال واسطه لاسلكيه عن طريق الطيار قائد الطياره، وليس كما قيل في الاعلام انه عن طريق الخطا، لانه الاستهداف كان واضح للجندي العربي السوري وللجيش العربي السوري، لانه الاعلام موجوده ولباس العسكر السوري موجود والنقطه واضحه تماما انها للجيش العربي السوري. وفي نفس الوقت كانت الدواعش يرمون النقطة ويرمون عناصري من خلف السواتر، وفي نفس التوقيت الطيران يرمينا ولم تقم طائرات التحالف برمي داعش ولا طلقة واحدة.